السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، جبت لكم اليوم ان سوجي وهو نموذج اختبار للخمسة ابتدائي بور سانكيام اني بريمير. نحاولوا نحلوه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. نقرأ النص. Après un tremblement de terre, il faut agir pour sauver les victimes. Les soldats, les pompiers, les infirmiers soignent les blessés sous les tentes. Les pompiers cassent les murs avec un marteau piqueur et une scie à métaux. Les pompiers ont des chiens secouristes. Elles passent partout et sont entraînées pour trouver les blessés sous les décombres après un grand séisme. النص يتحدث على كارثة طبيعية واللي هي الزلزال. Un tremblement de terre بالفرنسية أو بالعربي هو الزلزال. Après un tremblement de terre, أثناء حدوث زلزال, il faut agir pour sauver les victimes. يعني لازم التحرك لإنقاذ الضحايا. Les soldats, الجيش, les pompiers, الحماية المدنية, les infirmiers, الممرضين, les infirmiers soignent les blessés sous des tentes. أما الممرضين يعالجون الجرحى في الخيام. الخيمة, la tente. Les pompiers cassent les murs avec un marteau piqueur. الحماية, رجال الحماية المدنية يكسرون الحائط أو بما يخص الحائط اللي يجي في المنازل لو في أماكن البنايات عفوا على العربية نتاعي كي كاس لي ميو افيك ان مارتو بيكور اي اون سياميتو. لي بومبي اون دي شين سوكوريست, عندهم رجال الحماية المدنية عندهم كلاب سكوريست يعني مدربين على إيجاد الضحايا في حالة حدوث كوارث. Ils passent partout et sont entraînés pour trouver les blessés. يعني يتجولون في كل مكان وهذا مدربين على إيجاد الجرحى. Sous les décombres. Après un grand séisme. Séisme هو المرادف نتاع tremblement de terre. نقدر نقول tremblement de terre ونقدر نقول séisme. كلمة هذه هي tremblement de terre. نشوفوا الأسئلة. أولا compréhension de l'écrit. Dans ce texte, il s'agit d'un tremblement de terre ou bien d'un feu de forêt. يعطوكم اختيارات كي تلقاو المطة عرفوا بلي هناك كلمات أو جمل تختارون منها. هنا عندنا جملتين ونختار منها أو كلمتين. Dans ce texte, il s'agit d'un tremblement de terre ou d'un feu de forêt. أو حريق في الغابة. عفوا d'un feu de forêt. Que font les infirmiers? ماذا يعملون الممرضون؟ سؤال ثالث. Relève du texte de nom de métier. أجد في النص كلمتين للمهنة. مهنتين. عفوا تدل على مهنتين. Donne un titre au texte. اعطي عنوان للنص. خامسا. Trouve dans le texte le synonyme de tremblement de terre. هنا طلبوا منا نجد المرادف تاع tremblement de terre. Souligne le complément de but et entoure la préposition. Ou s'attarde le complément de but, l'hadaf, le but ou l'hadaf, et entoure la préposition. Les pompiers agissent vite pour sauver les victimes. باش نعرف complément de but, نطرح السؤال عفوا. On pose la question pourquoi. Les pompiers agissent vite. Pourquoi les pompiers agissent vite? Les pompiers agissent vite pour sauver les victimes. هنا كاين un but. Conjugue au futur simple l'indicatif de l'indicatif. Futur simple. تكونوا قريتوه.
الفوتور هو المستقبل. لي ميدسان اونتر بارونتيز اتر، هادي لو فيرب اتر، نحولو للفوتور. وقبل ما نكونجوغي هاد لو فيرب نشوف السوجي كيف هو، مفرد او جمع. ملاحظه، قبل ما تصرفوا الفعل لازم تحوسوا على السوجي كيفاش يكون، اذا مفرد او جمع، اذا مؤنث او مذكر. il organisé، هنا لو فيرب اورغانيزي راه ا لانفينيتيف، يعني با كونجوغي. نديروه في الفيتور سامبل ونشوف سوجي اذا هو في الجمع او المفرد. مي سون اي سون، سؤال الاخير او ما قبل الاخير. مي سون اي سون، نضع سون او سون او ان تي، نفس النطق والمهمة تاعهم تختلف. لي بومبي سون براف، لو بومبي اوفر سون اكستينكتور، اكستينكتور اللي نطفو به النار. مي سون اي سون، السون هادي عبارة على اديكتيف بوسيسيف، وسون هذه هي لو فيرب اتر. هنا لو فيرب اتر كونجوغي افيك ثروزيام بيرسون دو بلوريال، نلقاو هاد السون. برودكسيون ايكريت ان 3 او 4 فراز، بريزونتي لو ميتي كو تو فو فير كون تو سورا غران. في ثلاث او اربع جمل احكي على مهنة تريد ان تكون، اي المهنه اللي تختارها مستقبلا. عفوا، tu dois conjuguer les verbes au futur simple. conjugue les verbes au futur simple. في هذه البرودكسيون او الوضعيه اللي راح ديرها تستعمل لو فيرب في الفيتور سامبل. utilise le pronom personnel je. دير النص نتاعك او الوضعيه نتاعك تستعمل لو برونون جو، لأنك أنت تحكي عن المهنة اللي تختارها مستقبلا، تستعمل جو وتستعمل الأفعال في الفيتور. نشوفوا الإجابة. عندنا compréhension de l'écrit. Dans ce texte, il s'agit d'un tremblement de terre. عندنا في النص après un tremblement de terre. إذن الإجابة الصحيحة هي tremblement de terre الأولى. وهنا d'un feu de forêt، يعني حريق في الغابة. النص ماهوش يحكي على حريق في الغابة. que font les infirmiers، ماذا يفعلون الممرضون. les infirmiers soignent les blessés sous des tentes، ماذا يفعلون. حاول نحوس في النص على les infirmiers، واش راهم يديروا. Les infirmiers soignent les blessés sous des tentes. يعالجون الجرحى في الخيم أو تحت الخيم. ثالثا، relève du texte deux noms de métiers. relève du texte، استخرج من النص، texte هو النص، deux noms، اسمين، deux هي اثنان، de nom de métier، اسمين لمهن. عندنا المهنة الأولى هي بومبي، ماشي لي بومبي، المهنة نتاع بومبي. لا نقول لي بومبي، المهنة الأولى هي بومبي. المهنة الثانية انفيرميي. إذن نشوف رابعا، دون ان تيتر او تكست، اعطي عنوان للنص. احنا النص راه يحكي على tremblement de terre، او بيان كاين اسم واحد اخر بعد نشوفوه. ان tremblement de terre هو العنوان تاع النص، ونقدر نعطي عنوان ثاني دوك نشوفوه مع بعض. نكملوا الأسئلة نتاعنا.
Trouve dans le texte le synonyme de tremblement de terre. Tremblement de terre synonyme أو المرادف تاعها هو un séisme. Tremblement de terre نقول على الزلزال tremblement de terre أو نقول un séisme. إذن نقدر نعطي العنوان للنص. نرجع للسؤال نتاع العنوان. Donne un titre au texte. Texte. نقدر نعطي عنوان un tremblement de terre ونقدر نقول le séisme الزلزال. قلنا المرادف نتاع tremblement de terre le synonyme نتاعها هو un séisme زلزال نفس المعنى. Souligne le complément de but et entoure la préposition. Le complément de but نسطر عليه. قالونا نسطر على le complément de but اللي هو sauver les victimes. Complément de but sauver les victimes نسطر عليه et entoure la préposition pour ندور عليها هي préposition. واش طلبوا منا؟ Souligne le complément de but et entoure la préposition. Au sattar à la complémentaire le but ou au dire à la préposition. Hadi préposition liya pour ou le complément de but nestamel c'est ob. Ma nbqach nكتب كل هذا. Hna wach ndir? Ndir c'est complément de but. Ndir b. بلي هي بيت سي كومبليمون. إذن كومبليمون دو بيت صوفي لي فيكتيم. لي بومبي أجيس فيت. بوركوا لي بومبي أجيس فيت؟ أون بوز لا كيسيون بوركوا. بور صوفي لي فيكتيم لي إنقاذ الضحايا. بور هي بريبوزيسيون طلبوا منا ندير عليها. Souligne le complément de but et entoure la préposition. J'ai entouré à la préposition pour. Conjugue au futur simple de l'indicatif. Les médecins entre parenthèses être, le verbe être, et organiser l'infinitif tel le verbe organise ou organiser. Le verbe être à l'infinitif, قالونا نديروه في الفيتور. الفيتور هو المستقبل. إذن les médecins seront fiers de leur travail. هنا on a conjugué le verbe être au futur. إذن هذه نحوها والصحيحة هي هذه. Et l'organiser في الفيتور تولي organisant. وقبل ما نصرف نشوف قلنا السوجي نتاعنا. السوجي اذا كان في البلوريال الفعل يكون في البلوريال. اذا كان في المفرد الفعل يتبع المفرد. اذا ايل اورغانيزي نقول ايل اورغانيزون. عندي ايل او بلوريال لو سوجي راه في البلوريال. هنا نفس الشيء لو سوجي راه في البلوريال. Organiseront, il y a le verbe organiser, fait le futur, tarja hakda. Daimen le futur, on dirou er, on dirou la terminaison. Lahdo hnaya organiser, menhinach l'er, zedna ont. Lakin le verbe être, troisième groupe, le fi'l yitghayer. Lazem mouraja'at l'af'al hatta ta'afou tistamlou troisième groupe. Mais sans et sans. Qolna sans on hiya adjectif possessif. Sans hiya le verbe être. Être conjugué avec troisième personne du pluriel. Nestamel sans. Être conjugué ma troisième personne du pluriel. Tatina sont. Les pompiers sont braves. كيفهم? Ils sont braves. استعملنا S
O-N-T. Le pompier ouvre quoi? Ouvre son extincteur. Extincteur, هو اللي طفي به الحريق, النار. Le pompier ouvre son extincteur. Son, هي adjectif possessif. الفرق هنا ما كاش تي وهنا كاين تي, ولكن نفس النطق. عندنا son et son. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هنا فعل وهنا سيتان adjectif. Production écrite. En trois ou quatre phrases, présentez le métier que tu veux faire quand tu seras grand. بثلاث أو أربع جمل tu présentes le métier. أحكي على المهنة اللي تريد أن تعملها مستقبلا. Conjugue les verbes au futur. Les verbes les dire en la production écrite تاعك أو الوضعية تاعك يكون في الفوتور سامبل. والبرونون اللي تخدم بها وتبدا به الوضعيه نتاعك هو جو, لانك انت اللي تتحدث عن المهنه اللي تختارها. عندي واحد الوضعيه هنا مثلا نقراوها مع بعض. جو مابيل ناسيما. كون جو سوري غروند. Quand je serai, هنا واش درت لو فيرب être راه في الفيوتور سامبل كيما طلبوا منا, و لو برونون لي استعملتو هو جو كيما طلبوا منا. Quand je serai grande, je serai médecin. Je serai, le verbe راه في الفيوتور سامبل و البرونون جو toujours je. Médecin, ça سأكون طبيبة. Pour soigner les malades. Pour, لماذا؟ Pour soigner les malades. Je travaillerai dans un hôpital. Je travaillerai, ça vous fait أعمل. هنا نفس الشيء, le verbe travailler au futur simple et le pronom je. Dans, je travaillerai dans un hôpital. أعمل, سوف أعمل في مستشفى. و un cabinet. Cabinet, كون cabinet خاص اللي يعمل فيه الطبيب. J'aurai un stéthoscope. سماعة اللي يستعملها الطبيب باش يسمع دقات القلب نتاع الباسيون تاعو أو المريض. Un tensiomètre. هنا تنسيومتر اللي يستعملها باش يشوف الضغط نتاع المريض. اي اون بلوز بلانش. بلوز هي المئزر, المئزر اللي يلبسه الطبيب. بلوز بلانش. وفي الاخير بما ان المهنه تعجبني في الاخير اقول كيل بو ميتي. بما ان المهنه تعجبني اقول كيل بو ميتي. كم هي, كم هو جميل ان اختار المهنه تاع طبيب او طبيبه. ملاحظه هنايا, نسيمه هي في ميناء. في ميناء تقدر تكون, يقدر يكون مذكر يحكي على روحه. كاين بعض الكلمات نستعملها للمذكر كما هنا استعملنا مؤنث حطينا الأ, وكان يكون مذكر زعما نسيم ما نديرش الأ. لازم تشوفوا كي تحكوا, إذا كنتي بنت وحكيتي تقولين غراند, إذا كان طفل يقول غران. الصفة هذه أو الأدجكتيف في المؤنث تخلص بأ, في المذكر ما نديرش أ. مذكر يقول جو سوري غران. وميدسان نستعملها للمؤنث والمذكر, ما نقولش ميديسين, نقول ميدسان, تنطبق على المذكر والمؤنث. Je travaillerai dans un hôpital ou un cabinet. J'aurai un stéthoscope, un tensiomètre et une blouse blanche. Blouse, هي المئزر. Blanche, لأنها مؤنث.
كل بوميتي. هنا حكينا على الميتي، على المهنة، نقول بوميتي. الميتي هو مذكر، نستعمل بو. إن شاء الله تكونوا فهمتوا أو فهمتوا لهذا السوجي هذا والنموذج هذا اللي استعملناه مع بعض. وأي حاجة ما تفهموهاش خلوها لنا في التعليق. ربي يحفظكم وربي ينجحكم، موفقين أعزائي التلاميذ، وإن شاء الله تخدموا في كل المواد وحتى حاجة ما تجيكم صعيبة. ما تنساوناش في لي زابوني ولي لايك بارطاجي افيك فو زامي. نخليكم على خير اي بون كوراج. ميرسي بوكو.